السلام عليكم. عبد الرحيم العروسي، الكاتب العام للمنتدى الدولي لقدماء ثانويه ابن بطوطه. في البدايه شكر خاص للصحافه الالكترونيه بمدينه قنيطره، وخصوصا اخبار الفجر على الحضور ديالها وعلى التغطيه ديالها لهذا النشاط، وشكر كذلك لقدماء ثانويه ابن بطوطه داخل وخارج ارض الوطن اللي كيساهموا بالكثير جدا من اجل انجاح هذه الاعمال الخيريه اللي كنقوموا بها بمدينه قنيطره، ونحن على درب الخير سائرون ان شاء الله، ونتمنى النجاح بالدعوات ديالكم، بالدعم ديالكم، بالتصفيقات ديالكم، بالتشجيعات ديالكم. نحن سائرون على درب الخير، تجمعنا محبة الله، وشكرا للجميع، وتحياتي لكم، وتقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رشيد دهبي، امين مال المنتدى الدولي لقدماء تلاميذ ثانوية ابن بطوطة. الان تتواجد بدار المسنين والفتيات بالقنيطرة، تنظموا واحد العمل خيري. في البداية أشكر مدير المؤسسة اللي تحنا هذه الفرصة باش ننظموا هذا العمل الخيري، وتنشكروا جميع المساهمين والمساهمات اللي شاركوا في هذا العمل، وتنقول لكم رمضان كريم. ومن هذا المنبر تنشكر جميع الجرائد الإلكترونية اللي حضروا معنا هنايا اللي واكبوا هذا الحفل للعمل الخيري. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مراد والناس، رئيس المنتدى الدولي لقدماء ثانوية ابن بطوطة. كنتواجدوا اليوم ببستان المسنين ودار الفتيات التابعين للجمعيه الخيريه الاسلاميه بمدينه قنيطره. نحن قدماء ثانوية ابن بطوطة في اطار الانشطه الخيريه اللي كنقوموا بها والمتعدده، كنقوموا بحفلات تكريم الاساتذه ديالنا، ويعني حفلات ديال توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين بثانوية ابن بطوطة، وكذلك اعمال خيريه من بينها اللي قمنا به هذا العام، افطار جماعي لدار الاطفال التابعه للجمعيه الخيريه الاسلاميه، وكذلك دار الفتيات وبستان المسنين اللي تابعه ايضا للجمعيه الخيريه الاسلاميه. الحفل ديال اليوم فيه استفدوا فيه الفتيات من حفل حناء، كذلك عندنا منشدين يعني حفل انشاد وافطار جماعي للمسنين وكذلك الفتيات. وكنشكروا جميع قدماء ثانوية ابن بطوطة على المساهمه ديالهم وعلى المجهودات اللي كيبذلوا لانجاح مثل هذه الانشطه. كما نشكروا الاداره ديال الجمعيه الخيريه في شخص رئيسها السيد الدكتور توفيق الحلو، اللي يعني دائما كنجيو كنلقاو الباب مفتوحه وكنلقاو كل التسهيلات وكل التعاون من طرفهم. بارك الله في الجميع، وحنا جينا اليوم ندخلوا الدفء العائلي على هاد الناس هادو اللي خاصهم دفء عائلي، وخاص الناس يزوروهم ويعمروا عليهم ويدخلوا عليهم السرور. فكما قال صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. وشكرا جزيلا للجريده الالكترونيه الفجر لتشريفها لنا في هذا النشاط، والف الف مرحبا بالجميع. بارك الله فيكم.